أن نذهب بعيداً عن كرة القدم، بعيداً عن الألعاب الجماعية، نذهب إلى الألعاب الفردية، ومنها الفردي ومنها كذلك الزوجي. إنجاز جديد واحتكاك جديد وتجربة جديدة لنادي هو أحد الأندية لموطن لهذه الرياضة في مملكتنا الحبيبة، هي رياضة الريش الطائرة. نادي بيت يافا قبل أيام أحرز لقب بطولة كأس السوبر، وبالتأكيد نرحب بضيفينا من نادي بيت يافا. أهلا وسهلا فيكم. حيا فيكم. مشوارك طويل وإحنا مقدرين يعني حضوركم معنا اليوم. معنا طبعا رئيس النادي السيد زياد دلالعة نشد دلالعة عفوا، والكابتن مهران شقيرات لاعب وأحد نجوم الفريق. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. نادي بيت يافا، بالتأكيد بدنا شوي تعرفنا عن النادي أكثر للجمهور، والمشوار ليش بعيد؟ تكرم أستاذ أحمد. الله يسعدك. بداية إحنا بنشكركم على هالاستضافة الطيبة. طبعا بداية بيت يافا تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة إربد. نعم. 9 كيلومتر تقريبا. النادي تأسس عام 1975 ضمن توجهاتنا كانت إلى الألعاب الفردية بعيدا عن الألعاب الجماعية لأنها مكلفة جدا، فاتجهنا إحنا إلى الألعاب الفردية، والحمد لله رب العالمين حققنا نتائج طيبة. جميل. طيب أنا بدي أروح للكابتن مهران. كابتن، أول شيء بنبارك لكم بكأس السوبر، وأنتم أيضا أبطال الدوري. أبطال الدوري ما شاء الله مسيطرين. الله يعطيك. كيف كانت هالمنافسات السنة في ظل كورونا؟ كورونا احنا دائما يعني بنشوف انه بنحكي بالرياضه بس بنلف ونرجع على كورونا. كيف تعاملتوا مع هالموسم رياضيا؟ الله يعطيكم الف عافيه. بدايه يعني انا عن جد بشكر المجله الرياضيه على متابعه الرياضيين. هي مباراه كانت يعني صعبه، ما فيش الكته، فيش شيء بيجي من السهل، يعني فيش ولا شيء بيجي من السهل، بس الحمد لله ربنا وفقنا، جهزنا للبطوله، يعني استعد يعني كثير كان استعدادنا للبطوله بشكل كبير، والحمد لله بدايه موسم جميل وقدرنا نحصل على كاس السوبر. طيب بدي اسالك استاذ نشأت دلالعة، انت رئيس النادي وكذلك نائب رئيس الاتحاد، بالتاكيد في صعوبات باقامه هذه البطولات في ظل كورونا، بروتوكول صحي مشدد. كيف كانت المباراه النهائيه مع فريق الكت بشكل عام، ورضاك عن المستوى الفني بصراحه؟ أستاذ أحمد، إحنا في الأندية وفي الاتحاد الأردني نخضع للبروتوكول الصحي بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية، فقبل أي بطولة كنا نعمل فحوصات للاعبين لأنه سلامة اللاعب أولا. كانت المباراة الافتتاحية للموسم الجديد بين نادي بيت يافا ونادي الكتة كثير مباراة رائعة مستواها عالي، كون لاعبي الفريقين ضمن صفوف المنتخب الوطني، فكان تنافس شديد، وبتوفيق من رب العالمين الحمد لله استطعنا نحصل على البطولة. طيب كابتن مهران، الظروف زي ما حكينا مش مثاليه، كيف كانت المنافسه ومع مين تحديدا في مباريات الفردي ومباريات الزوجي؟ هلا يعني كلها يعني ان شاء الله ربنا يخلصنا من هالوباء يا رب. ان شاء الله يا رب. منافسه كانت هي فردي زوجي فردي. كانت منافسه الاولى مع لاعب اسمه ايهم عبد الدين مع قصي ظواهره، وقدرنا نفوز 2-1. واجت مباراة الزوجي كان محمد بني هاني وانا مهران شقيرات ضد طارق الحمصي وكرم. وان شاء والحمد لله يعني ربنا وفقنا، كانت مباراة كثير قوية يعني كثير. بصراحة في استاذ نشأت في دعم كافي لرياضة الريش الطائرة، احنا دائما الريشة بنشوفها هي رياضة بيتية موجودة في كل بيت، الركت زي ما بيقولوا لعبة بحبوها الأطفال، وبجوز يعني لما بدي أنا ما نكسر إشي بيجيبوا لنا كانوا مضارب بالبيت، مع ذلك كنا نكسر ونكسر ونكسر المضارب. حاليا نكسر بالنكسر. في دعم كافي لهالرياضة بصراحة، الرياضة الجميلة اللي مميزة فيها، خلينا نقول يعني خلينا نقول شرق آسيا، ماليزيا، إندونيسيا، من هالدول اللي ممكن نستفيد منها حدا نستقطبه. كيف جو هالدعم للرياضة هاي ونادي بيت يافا؟ أول شيء الرياضة هاي يعني ممكن يمارسها أي شخص في أي مكان، حتى غالبا بالرحلات بيكونوا يلعبوا ريشة. صحيح. لكن هي إذا بدك أنت ضمن أنظمة وضمن قوانين بدك صالة مغلقة، لأنه لا تلعب بالهواء الطلق إلا. صحيح. إذا كان لعبة هيك يعني ترفيهية. إحنا بالاتحاد منقدم للأندية دعم مالي سنوي بما يتناسب مع مشاركات الأندية، بالإضافة إلى أدوات رياضية منقدمها للأندية. لكن دعم من جهات أخرى لحد الآن ما فيه،
احنا سنويا من الاتحاد الاسيوي بيجينا مضارب، بيجينا شبك، بيجينا يعني ادوات رياضيه بمبلغ وقدره سنويا، هذا بيجينا. طبعا ما بيجي هيك عن عبث، لانه احنا بنشارك بالاتحاد الاسيوي بالبطولات بالمعسكرات، يعني تنسيقنا كثير عالي مع الاتحاد الاسيوي. مهران تكنيك الارسال صعب. انا مره اخذت يعني بجوز دوره للتحكيم بالريشه، في حوالي 7 أو 8 نقاط ارتفاع المضرب، وكذلك طريقه التنفيذ شوي صعبه. هو يعني المهم انه ما يطلع عن صرة بس هو هاي هاي الفكره انه ما يرفع فوق، انه ما يطلع ما يطلع الارسال يعني هو مجرد انك هيك خطا ارسال، لا ما يطلع عن الصرة بس يعني من تحت الصرة. طيب يعني هو بتشمل السبع نقاط، انه الضرب يكون أيوة على طول طيب في حكم خاص إلها ترى، يعني حكم للارسال. حكم للارسال يعني بالمباراه الاخيره كان الحكم قدامنا واحنا جالسين مع راعي المباراه، فخلال المباراه فورا صاح ورفع ايده، بقول له يا زلمه انت جننتنا شو مالك، بقول لي خطا ارسال. لا الارسال مهم جدا، لانه نقطه هو كمان الاجر ممنوع الرفع عن الخط، لازم يعني ارسالت هيك هو خطا ارسال. جميل. بما انك استاذ نشأة انت نائب رئيس الاتحاد، بدي تحكي لي عن المنتخب الوطني، شو في عندكم خطط في الموسم القادم او في 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 هذه السنه الميلاديه؟ بالنسبه للمنتخب الوطني عندنا للمنتخب الاول مدرب على سويه عاليه الاستاذ طارق الفاعوري، مستلم المنتخب الوطني تدريب يومي الان ضمن استعدادنا للبطوله العربيه بالجزائر شهر 6 ان شاء الله. عندنا لمنتخب الناشئين مدرب عربي الكابتن يوسف ابو المنذر، مدرب يعني بيصنع اللاعب صناعة. جميل. تم تعيين الكابتن مهران برضو مساعد له لأنه عنده عدد كبير. جميل. والحمد لله رب العالمين منتخبنا شغال بجميع فئاته، شباب بنات رجال سيدات، تدريباته مكثفة، عندنا تصفيات شهرية، تقارير شهرية عن اللاعبين عن أدائهم عن مستواهم، وحتى الاتحاد بيرصد مكافآت شهرية للاعب. جميل. المتفوق والمتميز والبحق نتائج متقدمة حتى في التقرير اللي بيقدمه المدرب. جميل. مهران بدي اسالك اخر سؤال بدون ما تطلع على الاستاذ نشأت، تم تكريمك وتم يعني في دعم اجاكم شيء في الايام القادمه، حدا وعدكم؟ هو تم تكريمنا من نادي بيت يافا. جميل. هو بصراحه يعني هو مش لانه يعني مش لانه قبالي، عمره بحياته ما قصر، هو ما اكيد دائما دائما هو ابونا وداعمنا الرسمي، في دعم خارجي بس بعده يعني مش جاي يعني. دعم خارجي من وين؟ موعودين، بعدنا موعودين يعني. احنا موعودين من الاستاذ عبد الله ملالح اللي من خلالكم نوجه له تحيه، انه يكرم الفريق في الايام القادمه ان شاء الله. والله هيك على الهوى انتم يعني، واحنا بندعيك استاذ احمد بندعيك تحضر التكريم برضه. تشرف تشرف القناه الرياضيه موجود ان شاء الله دائما معكم في كل مكان. الله يبارك. شرفتونا استاذ نشأت. بس كلمه اخيره، كلمه اخيره نوجه كلمه شكر وتقدير لاداره مدينه الحسن الرياضي ولكافه العاملين ومشرفين الصالات، لانه احنا تمريناتنا دائما بمدينه الحسن. جميل. يعني الصاله رغم الضغط اللي عليها ما في الا صاله مدينه الحسن، واحنا بنشكرهم معك كمان. الله يبارك فيك، هذا من الوصف. شكر مهران، وشكر خاص جدا للاتحاد الاردني ريش الطيران. بدي اشكركم انا كمان انتم اثنين، اهلا وسهلا فيكم، واللي بنوعدتوا فيه ان شاء الله دائما بتحقق، ودائما من نجاح الى نجاح.